الوطن، البيئة النقية، الشفافية، راحة المواطن، رفاهية المجتمع، عناوين وضعها بين يديه منذ اللحظة الأولى لاستلامه المهمة، وتطور وتقدم ونمو إقليم التفاح، شغله الشاغل، وهو الذي ترعرعه على حب الوطن وتحرير لبنان وحرية الإنسان وتقدمه. الكلمة لرئيس اتحاد البلديات الحاج بلال شحادي، فليتفضل المنبر له. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلقه وأعظم رسله حبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الساعة إلى قيام يوم الدين. العزيز صاحب الرعاية سعادة محافظ النبطية الأستاذ محمود المولى، السادة الأعزاء رؤساء المجالس البلدية، أعضاء المجالس البلدية، الفعاليات الاجتماعية والسياسية، إخوتي أعزتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليوم جديد، يوم خطونا فيه الخطوة الأولى باتجاه إنماء من نوع آخر، حين استشعر اتحاد بلديات إقليم التفاح بضرورة الانفتاح المباشر والفعال على أهمية أن يكون المواطن مستفيداً من كافة الوسائل المتطورة التي تمكنه من اللحاق بركن التكنولوجيا، والتي توفر له خدمات تلحقه بالتطور الفكري والعلمي، ويكون بذلك مواكباً لحركة التطور والنمو البشري. لذلك كان لابد من الاندماج السريع والفعال، فشرعنا في استكمال ما كان مقررا في الاتحاد السابق من برامج تؤدي هذه الخدمة لأهلنا. لذلك قمنا بتجهيز هذا المركز الذي نهدف من خلاله إلى الأمور التالية: تدريب وتأهيل طواقم وموظفي البلديات على الخدمة الإلكترونية، حيث يمكنهم من استقبال كافة المعاملات والاستفسارات حول أي موضوع له شأن بخدمة المواطن والوطن، كما ويمكن لهذا المركز أن يؤمن تدريب كافة المواطنين على كيفية وإمكانية التواصل مع الدوائر البلدية وغير البلدية عن طريق الشبكة العنكبوتية. وكذلك سيوضع هذا المركز بتصرف أهلنا لتطوير قدراتهم بشتى الوسائل وتأهيلهم ليكون المواطن قد أصبح جاهزا ليرى العالم بأسره أمام عينيه، كما وأن التوعية لطلابنا وكافة أبنائنا من كافة الميادين وفي كافة المجالات
من خلال استعمالهم لوسائل التواصل الاجتماعي بمفهومه السليم، على ألا يتحول هذا المركز لمضيعة للوقت ولإفساد الناس. لذلك يشرفني ويشرفنا أيضا حضور سعادتكم لافتتاح هذا المركز التدريبي الممول من هبة من الاتحاد الأوروبي، ونعتز بما نعتبره بما اعتبره سعادة المحافظ في لقائنا الأول أن هذا الاتحاد اتحاد الكوثر، وأن نخطو تحت شرف هذه التسمية لنكون عند حسن ظنكم سعادتكم وعند حسن ظن أهلنا أيضا. وفي الختام لا أريد أن أطيل، لا يسعني إلا أن أشكر حضوركم وأشكر اهتمام الجميع على وعيهم وعلى إدراكهم وعلى أهمية هذا المركز لما يرونه في مصلحة أبنائهم، كما ونشكر فريق العمل من موظفي ومتطوعي وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل وهذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله.